تهيئة الواجهة البحرية وتزيينها من ملعب فرحاني إلى غاية ساحة كيتاني وصولاً إلى الأميرالية بالعاصمة، مشروع هام يتخلله فضاءات ومرافق للتسلية والترفيه وأخرى لممارسة الأنشطة الرياضية. الأشغال هنا تعرف وتيرة متسارعة لتسليمه في أجاله المحددة. احنا شركه وطنيه سوترا ماست مكلفه بعد تهيئه هذه المنطقتين، تهيئت بزاف امور يعني كيما لي بافي لي لير دو جو لير دو جو تاع 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 الاطفال لي ريزو ديكليراج لي ريزو داسينيزمو. تكمل مهمه مختبر دراسات البحريه في المتابعه والمراقبه التقنيه للمشروع تاع باب الواد. نتبعوا لونتربريز دو رياليزاسيون شاك جور يعني يوميا وفقا لدفتر الشروط ووفقا للمخططات ووفقا دوليا. ولاستقطاب السياح خلال موسم الاصطياف يتم إنجاز الشاطئ الصناعي، كما يتم فتح مداخل من المنتزه إلى البحر لتسهيل عملية وصول الزوار إلى الشواطئ. حاجة مليحة دايوغ شفتها، شوفي مازال لي ترافو واني نشوف دي فامي يجوا لهنا بداو يوجدوا لهم ديجا لي بون. أنا عجبني هذا كي داروا البروجي هذا، يجيبوا الناس يجوا يشوفوا البحر يجوا يتبحروا. خدمة حاجة مليحة. دكتوري تحبتي ديرو الدروج تحبتي ديريكت على بالنا عجلو سكان هنا تولي تحبتي ديريكت. في اطار هذا المشروع سنقوم بالتهيئه على في من الجهه العليا لبولفار ميرا لشارع ميرا على طول 1 كيلومتر بمساحه 30 الف متر مربع، وتكون هذه المساحات مهيئه من مساحات خضراء، مرافق عامة، إنارة عمومية، فضاءات ترفيه للمواطن الجزائري. مشروع تهيئة الواجهة البحرية بباب الواد يدخل ضمن المخطط الأزرق للحفاظ على بريقها.